بالحلقة الأخيرة من وحش الشاشة، مين كانوا وحوش السياسة والرياضة والفن والقضاء، ومين رح يكونوا وحوش شاشة مسلسلات رمضان على الجديد؟ سالم زهران بيقول إنه طرابلس انتخبت التطرف، جورج صليبي قال بونجور لبيروت، والسياسيين مصرين يقولوا باي باي، وجورج خباز ضيف الحلقة الأخيرة. وحش الشاشة مع طوني خليفة، ليلة 9:30 المساء على الجديد.